وللوقوف ومناقشة ما جاء في تقرير قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين بالعراق، هذا التقرير السنوي عن الحالة الحقوقية في البلاد، ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من عمان مسؤول قسم حقوق الإنسان في الهيئة الدكتور أيمن العاني. مرحبا بك معنا دكتور. حياكم الله في الكريم. دكتور، كما تفضلتم إصدار هذا التقرير للقسم في هذه الآونة، ورؤيتكم بألا يكون التقرير للتقرير عنوان عام لكثرة المشكلات الحقوقية والانتهاكات الحاصلة في البلاد، يضعنا أمام سؤال مهم في الحقيقة عن فحوى ما جاء في هذا التقرير من قضايا وانتهاكات جسيمة. نعم كريم، شكرا على الاستضافة. حقيقة التقرير ضمن الكثير الكثير والكم الهائل من الانتهاكات على المحاور، جميع المحاور وبشكل واسع. حقيقة يعني انتهاكات كثيرة، العراق يتصدر قائمة السوداء لمؤشر الإفلات من العقاب العالمي. مئات عشرات المدن والبلدات والقرى والنواحي لا تزال حقيقة تعاني من عمليات تغيير ديموغرافي. أكثر من 15 سنة مرت وأهلها لا يستطيعون العودة إليها. العراق من أخطر البلدان على الصحفيين الباحثين عن الحقيقة. حقيقة يعني هنالك أوضاع في الجانب الصحي والجانب البيئي مزرية جدا. يعني القطاع الصحي منهار، جميع المستشفيات الحكومية فارغة من الأدوية، نعم. نقص هائل وكبير في المستلزمات الطبية، أزمة المياه متفاقمة، الجفاف الشديد، معدلات التلوث في البلاد يعني مستويات غير مسبوقة، يعني الفساد المالي والإداري، تخيل جنابك 1,680,000,000,000 دولار حجم الفساد في بلد. ما هذا يعني، ما هذه العمليات، ما هذا الفساد الذي يعني فاق كل التصورات. لدينا بنى تحتية متهالكة، ما تبقى منها حقيقة هو بحالة تهالك، لا يوجد أي تخطيط، لا يوجد أي تنسيق. الخدمات الأساسية باتت رفاهية في بلد غني مثل العراق. المواطن لا يلمس أي تقدم خلال هذه العقدين الماضيين، أي تقدم على ملف الخدمات والخدمات الأساسية هنا لا يوجد أي تقدم. أوضاع الأقليات، لعل هذه الرسالة التي أرسلها التقرير إلى مخاطبا الحكومة توضح وهذا طبعا يعني نعم. هنا كثير من الوقفات يجب ان نقف عند هذا الحال. على ذكركم يعني للحكومه، نعم دكتور ايمن، على ذكركم للحكومه، الحكومات المتعاقبه على حكم العراق منذ كما تفضلت عقدين من الزمن، ولغايه اليوم كانت دائما تقول بانها او تتحدث عن اهميه حقوق الانسان، لكن في المقابل في فترات هذه الحكومات كان هناك انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. كيف يمكن التعقيب على هذه المفارقة؟ أخي الكريم، يعني سنة 2022 زيادة في معدلات جرائم القتل خارج القانون بنسبة 40% عن السنة التي سبقتها. هذا حقيقة مؤشر خطير، يعني خطر جدا. هذا المؤشر ينبئ بأمور وينذر بأمور يعني سوداوية حقيقة تنتظر العراقيين اليوم. الحكومات، كل الحكومات التي تعاقبت على حكم العراق منذ 2003 إلى اليوم هي مارست انتهاكات حقوق الإنسان على نطاق واسع وفي جميع المحاور وعلى كافة الصعد. لا يوجد أي مجال يعني
واليوم صار هم الحقوقي وهم الناشط في الدفاع عن حقوق الإنسان أن يوقف هذه الانتهاكات، ما صار هم أنه يعني يعيد الحقوق لأهلها أو ينظر هنا أو ينظر هناك، لأنه صار يعني موجة كبيرة جارفة عارمة من هذه الانتهاكات التي تتزاحم حقيقة، يعني فعلا يعني شلون احكي لك، يعني هنا المعضلة الكبيرة يمكن هو أنه لا يوجد أي تحسن ولو طفيف في أي ملف من ملفات حقوق. طبعا نحن نتحدث دكتور عن مقابر جماعية، عن جرائم إخفاء قسري، عن قتل خارج القانون كما تفضلت في هذا العام بنسبة زاد بنسبة 40%، اعتقالات تعسفية، وكل ذلك يستهدف بالأخص المعارضين وأصحاب الرأي من الشباب ومن غيرهم الذين يقولون أو يعارضون سياسات هذه الحكومات، وخاصة الميليشيات التي باتت فوق الدولة وتفعل ما تريد بالمواطنين. بالضبط أخي، يعني اليوم إحنا تتشدق الحكومات المتعاقبة على أنها حكومات ديمقراطية جاءت بها صناديق الاقتراع. هل هذا تصرف جاءت به صناديق الاقتراع؟ هل هكذا؟ ما هو رد الحكومة في معظم الأحيان على من ينتقدها أو من يوجه الانتقاد لها أو يحاول أن يبحث في هذا ملف الفساد أو ذاك؟ الرد الحكومي الدارج حقيقة والمعروف هو أنه يحارب هذا الشخص، يلاحق، يهدد، يودع السجن، يغيب عن العالم، يعزل عن العالم الخارجي، ولدينا كثير كثير من هذه الحالات، ومن حالفه الحرب استطاع أن يفر من البلاد هاربا حقيقة، إما إلى مناطق كردستان وإما إلى خارج العراق أصلا، لأنه لا يمكن لأي شخص يبحث عن الحقيقة أو يحاول أن يشخص الأمور أو ينقل حقيقة الواقع في العراق هنا، سيكون في طبعا، وهذا كله يشمل من يعارض هذه الحكومة أو يناهض هذه الحكومات. اللافت في الموضوع دكتور، معذرة المقاطعة لضيق الوقت، اللافت في الموضوع هو أن كما أشرتم في تقريركم بعنوان الإفلات المزمن من العقاب، وهذا التوصيف هو أقرب ما يكون للواقع، وهذه الانتهاكات التي تفضلتم بالحديث عنها يبقى دائما مرتكبوها طلقاء ولا حساب ولا عقاب، وبالتالي تستمر هذه الدائرة من انتهاك حقوق الإنسان طالما أن الجناة والمجرمين لا يلاحقون بل يكافؤون في بعض الحالات. أخي الكريم، يعني أقل ما يقال من مسألة ملف الإفلات من العقاب هو فشل الحكومات المتعاقبة في الوصول إلى الجنات، وهذا هنا فشل طبعا عندما يكون متراكم ويكون على مدى سنين طوال، هذا يعني لا يمكن أن يكون إلا فشلا ممنهجا، يراد أن يتم تمييع القضايا، يراد أن يعني طبعا تسييس القضاء، هذا مسألة مهمة جدا، لأنه وراء الإفلات المزمن من العقاب لدينا يعني الحقيقة الميليشيات هذه بمنأى عن المساءلة، لا أحد يستطيع في العراق، الحكومات غير قادرة وغير راغبة وعاجزة يعني عن أي عملية مساءلة أو تحقيق في أي قضية قتل أو قضية فساد أو لماذا؟ لأنه وهنا طبعا أحب أن يعني أوجه أو أسلط الضوء على موضوع هو التشارك الحاصل في النظام السياسي، هو يعني هنا أصل الموضوع هو التحاصص، والمحاصصة هي أصل الفساد، والفساد يجر إلى، وتعلم جنابك، يعني الذنوب يولد بعضها بعضا. بلا شك، شكرا لك مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين الدكتور أيمن العاني.